ثلاث حاجات يهدموا علاقتك ببنتك: كلمة نمل نقد، ومقارنات، واللام لوم. تقول لك أنا بقول لا، في فرق يعني أسلوبنا في الكلام وأنا بدي النصيحة، من أنا بقول لها إن ده سلوك حلو محتاج يتصحح، وما بين إن أنت نازلة عليها ومقارنات، وشوفتي فلانة وشوفي بنته فلانة وشوفي علانة وشوفي كذا وبنت خالتك واللي حصل واللي بقى، وبعدين ألوم على التصرف، تتهد شخصيتها، لا يبقى في ثقة ولا يبقى في أداء، وهي ذات نفسيها هي كارهة. كل بقى ما تقولي لها لا مش راحة مع العالم دي، لا ما اناش قاعدة جلسة، لا ما اناش حاضرة اجتماعات، لا ما اناش عاملة كذا. ومين البديل؟ المجتمع التاني اللي بيديها ايه؟ كينوناتها، وبيديها انت واحدة ليكي رأي وليكي مسؤولية، فترو امر طبيعي هتنفر من الكلام اللي لازع 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 للنقطة التانية. فلازم افهم النقطة دي. طيب، في فرق كبير جدا جدا، ودي يعني اخر نقطة في المحور الاولاني ده، فرق ما بين التربية والرعاية. ان انا ربي وابقى فاهمة اساليب التربية الصحيحة ده شيء جميل، احضر محاضرات زي دي عشان اعرف خصائص المرحلة ده شيء حلو. الرعاية باكل وبشرب وبرعى كذا، وفي جزء من التربية انه الاشمل من الاثنين. لما فرق ان انا مش عليا العلف بس، يعني انا بغسل وبمسح لهم وبعمل لهم وبعلفهم وبعمل اكل وخلاص وشكرا، لا، انا كأم اسمع الحديث، كلكم طبعا راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها. اسمع الحديث: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. اكبر كارثة ان الواحد يضيع اللي تحت ايده. واكتر من ايه؟ وانا اما اسال اي ام دلوقتي ايه اللي يوجعك، ايه اللي يوجعك؟ عيالك. ايه اللي يوجعك؟ فلذ الكبد، قلبك من جوه، لما تحس ان هي في امر انت مش عارفه تستجيب، ما بتحكيلكيش، ما بتقولش، زي المثال الجميل اللي قالته ام عمر دوت على البنت، لما تبقى شايفه امها قدوه ونموذج، يعني ده محاضره تانية ازاي نبقى قدوه ونموذج، ولكن لما تبقى شايفه ان ده حتي اللي هتيجي تقول لي، مش هتروح لواحدة صاحبتها خبرتها صفر شبهها، يمكن بالسالب كمان، الصفر له قيمة، وتاخد منها المعلومة أو السلوك أو أعمل إيه. أما يحصل حاجة في حياتها تيجي تقولك، طب أنت المرجعية بتاعتها أعمل إيه. لكن لما أفقد جانب الصحوبية وجانب المرجعية عند بناتنا بالذات، نقص خطر. لازم تبقى أنت موجودة. مش بقول إن إحنا هنغصب عليهم ولازم وحكي ده بالحب، وهي لو شايفاكي كده